بيقولوا اللي بياكل بسرعه بتبقى شخصيته تقبل بتعدد المهام، واللي بيتكلم وفي بقه الاكل بيبقى شخصيته ودوده ومنفتحه. انت بتاكلي ازاي؟ باكل بسرعه عشان ما اتخنش وبتخن برضو. خليني ودوده بس يعني ما بفتحوش قوي. وانا شخص منظم جدا في اكلي، بس يعني ما عدا في الملوخيه وكده بقى بعك شويه. باكل ببطء، بتمزج بالاكل. ميكس على بعضه يعني على حسب المود بصراحه، يعني ساعات ببقى منظمه وهاديه وباكل بالراحه والطبق منظم وكله، ساعات تانية لا الطبق على بعضه ويلا بسرعه ومستعجلين وهننزل وبسرعه وكده. انا باكل ببطء قوي، ووقت ما ساعات ما ببقى جعانه قوي باكل بسرعه يعني كده وكده، بس انا في الاغلب باكل ببطيء. بقفل بقي وانا باكل وباكل بسرعه في نفس الوقت، بس يعني مقرف قوي نفتح بقي وانا باكل كده يعني. يا بالراحه علشان انا ايه يعني زي ما قلت لحضرتك ان الاكل بالراحه عشان انا يعني هضمي يبقى كويس ومعدتي ما تتعبش بسرعه، وبحس ان الاكل اصلا بالراحه ده بيشبع بسرعه. باكل بترتيب اكتر، ما بحبش اجرب حاجات جديده، بحب اللي هو ممكن اجرب بس اللي هو الحاجات اللي هي عارفاها اكتر يعني. انا باكل ببطء جدا وعلى حسب وقت المسلسل، ولو مسلسل نص ساعه هاكل في نص ساعه، لو 3 ساعات يبقى في 3 ساعات. لا انا باكل على حسب الاكل، لو الاكل حلو قوي فبناكله بالراحه قوي، لو الاكل يعني فما بناكلوش خالص عادي جدا. انا باكل بالراحه يعني باكل على ميلي فاهمه، بس واحده واحده، بس ما بحبش اكل بسرعه، بحس ان انا اكلت بسرعه اللي هو هتعب وابقى متضايقه ان انا مش هستطعم الاكل ومش حاسه بطعم الاكل بقى ولا هتبسط بيه، فباكل بالراحه على مهلي يعني. انا شخص بياكل بالراحه جدا وطبقي بيبقى منظم سيك. هو انا باكل بسرعه بس يعني ايه مش يعني بالراحه يعني اللي هو احب اخلص دنيتي بسرعه بس واحده واحده، مش اللي هو اكل بسرعه يعني. باكل بسرعه وطبقي ساعات بيبقى منظم وساعات لا على حسب المود. انا باكل بسرعه قوي يعني، انا شخصيه اصلا بتاكل بسرعه ومش منظمه خالص. انا باكل بالراحه وبقي بيبقى مقفول، اوقات ببقى باكل بسرعه بس دي بتبقى اوقات قليله. في تنوع في طرق الاكل يا شيخ، طبعا بتقول لك بالراحه وعلى مهلي، في بتقول لك باكل بمراحل على مراحل. يعني تاكل وتريح، تاكل وتريح، ده في ناس كتير كده. انا حبيت قوي اللي قالت باكل حسب المسلسل، المسلسل نص ساعه بقى، نص ساعه ساعتين بقى ساعتين بقعد. يا سلام، بس انا مع اللي قالت انا باكل بالراحة.